أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأرمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واحدة من أهم المبادرات، وهي مبادرة التمكين الاقتصادي. تهدف المبادرة مساعدة غير القادرين من الأماكن الأولى بالرعاية، وتمتد إلى كل محافظات الجمهورية. واحدة من أهم المبادرات اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأرمان وطبعاً تحت مظلة التحالف الوطني، وهي مبادرة التمكين الاقتصادي، واللي بتجوب كل أنحاء الجمهورية، وهدفها الوحيد هو مساعدة غير القادرين من أهالينا الأولى بالرعاية. بنسلم في محافظة البحيرة عدد 80 مشروع، ما بين 60 مشروع في صورة القرض الحسن و20 من الأكشاك. احنا طبعا بنطبق كافة المعايير على اختيارنا للحالات، بحيث ان احنا نستهدف الحالات الاكثر احتياجا. بنقدم للمستفيدة فندم قرض حسن بقيمة 15000 جنيه، بتسده على 20 شهر 750 جنيه كل شهر. لو المستفيد ابدى جديته بنقدم له قرض تاني 15000 جنيه. بيتم فحص الحالة من جميع الجهات علشان نبقى في مصداقية وفي ثقة في التعامل. طبعا بيوفر فرص عمل كبيرة لأهالينا، للأسر الأولى بالرعاية، بننقلهم من دايرة الاحتياج إلى الاكتفاء بالذات ثم إلى دايرة الإنتاج. والمشهد اللي شايفينه النهاردة في محافظة البحيرة عشان توصل الخدمات لأكثر من 3000 مستفيد ومستفيدة داخل المحافظة. وخلال الاحتفالية تم تسليم 80 مشروع تنموي، منهم 60 مشروع قرض حسن بمبلغ 30000 جنيه لكل مستفيد، بيتم صرفهم على دفعتين، وبيتم سداد 15000 دون فوائد، والباقي من حالات رد، ده غير سلع المواد الغذائية، بالإضافة لتسليم 20 كشك مجهز بمستلزماته وبضاعة بمبلغ 10000 جنيه. الأمر اللي جعل الأهالي بدورهم يوجهوا كلمات الشكر للقائمين على الأمر. استلمت الكشك وفريزر والحمد لله، يعني وعداد و10000 جنيه والحمد لله. في اتصالات دايما وفي متابعة دايما والحمد لله شغالين تمام. قدمت في مشروع حياة كريمة وربنا سهل الحال، والجماعة جابوا لي الكشك على طول وجابوا لي الفريزر وجابوا لي البضاعة وقدموا لي على اعداد الكهرباء، وان شاء الله يبقى فتحة خير عليا وعلى عيالي. هيدونا 15000 هنسدهم ان شاء الله، وبعد كده هيدونا 15 تانيين ومش هياخدوهم تاني. انا اتوجه بالشكر فيهم واحد واحد، الناس دي عامله مجهود فوق المية مية. مبادرات مختلفة بتقدمها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأرمان وكافة مؤسسات المجتمع المدني في كل أنحاء الجمهورية، طبقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عشان يوصل الدعم للفئات الأكثر استحقاقا والخروج بيهم من دايرة الاحتياج لدايرة الإنتاج والاكتفاء.